مطلوب جرافيك ديزاينر، حلو كده. الحاجات الأساسية المطلوبة ايه؟ انك تكون بتعرف إليستريتور، فوتوشوب، و انديزاين. مفيش مشكلة في الكلام دوت، انا على حد علمي دول الحاجات اللي ممكن تبقى اي يعني اي ديزاينر هيستخدمهم، والمقصود 2D ديزاينر، حلو كده. طيب ايه الريكويرمنتس الإضافية او البونص اللي لو هي عندك تبقى انت فرصتك اعلى في القبول يا باشا؟ هي مش وظيفتي يعني، انا بقرأ بوست. اوكي طيب، والله لو انت بتعرف الافتر افكتس فدي ميزه بالنسبه لك. اوكي، هو لو انا بعرف افتر افكتس انا مش هاجي لك اصلا، انا هشتغل لك ليه؟ ولو انا بعرف وعايز اجي لك هخليني يعني ايه اللي هيخليني اشتغل بالحاجه دي؟ هتديني ثمنها مثلا؟ يعني هتديني الفلوس الزياده اللي انا هشتغل بيها دي؟ لا، يبقى هشتغل لك ليه؟ طيب فيش مشكله. طيب اللي بعد كده بريمير. اوكي، يعني لو عايز افتر افكتس يبقى اكيد انت بتعرف بريمير، ما فيش مشكله. اللي بعد كده بقى يبقى بتعرف في برامج ال 3 دي ليه؟ انا عايز اعرف ليه اكون بعرف في برامج ال 3 دي وانا جاي اقدم على وظيفه 2 دي جرافيك ديزاينر؟ مفيش مشكله، انا هعتبر ان كل ده يخص الجرافيك ديزاين اللي هو ال 2 دي. طيب ندخل على تصميم المواقع. عايز تصميم مواقع ليه؟ عايز ويب ديزاينر ليه يا باشا؟ ليه عايز ويب ديزاينر؟ يعني انا مش فاهمك، انت مش بتبقى عايز بقى خلاص، انت الموضوع خرج من نطاق ان انا عايز اضافات لو عندك هتحسن من مستوى الشغل في نطاق الوظيفة بتاعتك. لا، ده انت دخلتني في وظيفة تانية خالص. يعني بص، انا عايزك تبقى بتفهم في الوظيفة دي وبتفهم في الوظيفة دي وبتفهم في الوظيفة دي. اوكي، اول واحدة دي اساسي، الاتنين دولت بونص بس يفضل يبقى عندك. وخلي بالك ان هيجي لي ناس بيعرفوا فيهم، فانت لو مش عندك مش هقبلك. لا مش هقبلك والله، انت لازم يكون عندك لان في ناس عندهم. طب هل انت هتديني الفرق ده؟ ما هي لو انا مثلا بقدم جونيور والمرتب من 3000 ل 5000، ال 5000 دول هاخدهم امتى؟ لو انا بفهم في الحاجات دي ازاي؟ ما هو دي حاجات بره شغلي اصلا، دي مش نطاقي، دي حاجات انا مش المفروض ان انا اتعلمها. والله احنا اصلا بتوع كله، وبنتعلم لوجو، وبنتعلم نعمل سوشيال ميديا ديزاينز، وبنتعلم نعمل بانر وحاجات كتير. يعني احنا المفروض نتخصص، بس احنا ما بنتخصصش، احنا بتوع كله. انت بقى كمان بتخرجني تبقى عايز بتوع كل الوظائف؟ يعني ليه؟ انا مش هتكلم، بس رجاء يا جماعه نصيحه ورجاء من كل الناس في كل المجالات، لما تلاقي حاجات كده بالمنظر البشع ده ارجوكم ما تقدموش في الشغلانه دي، لان انت كده بترخص نفسك وبتاثر على السوق كله. ما ترخصش نفسك.